ايه رأيك نخرج ونتغدى بره سوا؟ ماشي، بس انا عايز اروح راس البر. بس كده من عليا الاتنين، ونقول لبابا يحصلنا على هناك. مبسوط يا خلودي؟ أنا بحب المكان ده قوي. والله أنت ابن حلال مصفي يا ابني. أنا كمان كنت محتاج القعدة الحلوة دي قوي. ياه، ده أنا بقالي فترة طويلة ما جتش العشة بتاعتنا هنا. خلاص يا بابا، إحنا الصيف الجاي بقى نقضيه هنا بإذن الله يا بنتي، لو لينا عمر إن شاء الله. أنا فاكر لما كنت باجي هنا مع ماما وأنا صغير. أيوه، كانت أيام حلوة. وأنت يا منى كنت بتيجي معانا. هو أنا عمري بعدت عنك يا خلودي؟ فاكرة أما كنت هتغرقي في البحر وأنت صغيرة؟ ياه، أنت إزاي فكرتني؟ أيوة صح، ده هو اللي أنقذني عشان ما كنتش بعرف أعوم. ماشي يا سيدي، مدينا لك بحياتي كلها. بس ماما ماتت. الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها وتعيش وتفتكر يا حبيبي. يلا بينا بقى عشان هغديكوا حته غدوه سمك ما حصلتش، سمك وجمبري واستاكوزا وكل اللي نفسكم بيه. يلا عشان نلحق بعد كده نروح دمياط قبل ما الدنيا تليل. انا عايز اقعد هنا، انا مبسوط. ما احنا قاعدين من بدري يا خالي. ايوه بس انا عايز اقعد هنا، انا مبسوط قوي. خلاص يا بابا، خلينا نبات هنا في العشة ونقعد لنا كام يوم حتى. ايوه وشغل يا بنتي. خلاص يا بابا، روح شغلك وبرجع لنا. انت عايز تقعد كام يوم هنا يا خالد؟ يا ريت، انا بنبسط قوي لما باجي راس البر. خلاص يا بابا، اللي يريحك.